برحب بحضراتكم. والرئيس السيسي يشهد إطلاق مشروع نصب التذكاري يحيى الإنسانية والحفل الختامي لمنتدى شباب العالم. كنت أتمنى الأربع أيام دول يكونوا أسبوع وأكتر من كتر الفخر اللي كلنا حاسين بيه. فكرة أننا دولة نامية، أننا دولة من العالم الثالث لم أشعر بها نهائي، ويمكن كل التقدم اللي اتكلمنا عنه، كل الإيجابيات اللي تحدث عنها السيد الرئيس، كل ما ذكر بالأدلة أمام ضيوف العالم اللي قاصدين مصر، خلاني أحس قد إيه إن إحنا بنحرك العالم الآن، مش مجرد مفعول به، أصبحنا فاعل وبقوة، أصبحنا فاعل وبتأكيد هذا الفاعل كمان. يمكن كل دول العالم الآن مستنية التوصيات اللي طلعت من المنتدى، ويتم إن شاء الله إن شاء الله إنها تكون قاموس يحتدى به والناس تاخد منه ويبتدوا تصليح الأوضاع اللي تكلموا عنها في المنتدى، من خلال كورونا والأمراض، من خلال الاقتصاديات، من خلال الدول اللي كانت محاصرة ومنهارة من الحروب وإعادة إعمارها. المنتدى لم يترك شيء إلا وتحدث فيه اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، إنسانيا واجتماعيا، وكل هذه أمور جديدة على منطقة السياسة. لكن السيد الرئيس قالها النهاردة، ما فيش اختلاف. الجميل إن ما يكونش بيننا اختلاف، عيب الاختلاف مش عيب أبدا، نكون مختلفين في كلامنا ولغتنا وشكلنا وفي ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وحتى في ديننا، ما فيش مشكلة. لكن المشكلة إن احنا ما نكونش بني آدمين، ما نكونش كل واحد فينا حاسس بإنسانيته بشكل حقيقي. قد إيه مبسوطة جدا الفيلم كمان اللي اتعرض، اللي كنت قبل ما أبدأ مع حضراتكم الهواء مباشرة، ألوان حقيقية، الإنسان الإنسانية تجمع كل البشر رغم كل الاختلاف، كان فيلم حقيقي معبر جدا. عايزه اقول لحضراتكم فكره، احنا معانا على الهواء مباشره لقطات حيه من حفل الختام، فكره وجود الناس مع بعض ما يعرفوش بعض، فكره فرصه ان انت تختلط بثقافه اخرى، تختلط بطباع انسانيه اخرى، تختلط بروح اخرى، فكره ان انت ممكن تعيش مع شخص في مكان. فكره المنتدى عامه قد ايه مغذيه لهذه الشخصيات اللي كانت حاضره. الفكره استفادوا من الجلسات اللي كانت معموله، استفادوا من الحاجات الترفيهيه اللي كانت متابعه المنتدى، استفادوا من المتحف، استفادوا من تراثنا، لمتحف تراثنا، لمعرض تراثنا اللي كان موجود النهارده وافتتحته السيده انصار السيسي. عايزه اقول لكم فكره وجود الناس مع بعض هم ما يعرفوش بعض قد ايه مفيده، قد ايه بتسري حياتهم وبتسري انسانيتهم ان هم يستفيدوا من الاخرين. الفيلم اللي اتعرض كان حقيقي جدا، فكره ان انت تشارك حد اوضه وانت ما تعرفوش، اختلاف في الطباع بيننا، انت ممكن تقبل ايه ما تقبلش ايه، ممكن نختلف امتى ونتصاحب امتى، لكن في النهايه بنطلع عايزين نعرف بعض. قد ايه انا مبسوطه بكل الافكار الحقيقيه اللي حصلت دي. كان نفسي المنتدى يستمر اسبوع علشان احنا عندنا كتير وكتير نكشفه للعالم. لما تكون ثري وغني وعندك اللي تديه يخليك تفخر وتفتح ببانك لكل الناس وتتكلم عن حقوق الانسان وانت عينك قويه وتقول مين انتوا هتحبوا بلدي وهتحبوا شعبي اكتر مني، وده مش هيحصل. لما تكون عينك قويه وشغلك فرض نفسه وانجازاتك محققه نفسها في 7 سنين اتعمل لمصر اللي ما اتعملش في سنين. منتدى شباب العالم السنه دي انا عايزه اقول انه كان تقريبا زي شهاده ميلاد لانجازات كتيره حصلت، ولكن المره دي امام العالم. لما يبقى عندك كتير تديه، مش نعمل منتدى واحد، احنا نعمل 20 منتدى لشباب العالم. مصر اصبحت قبله الشباب على مستوى العالم كله، اصبحت الصوت اللي بيطلعه الشباب، بيتكلم عن احلامه، بيتكلم عن احتياجاته، بيتكلم عن هو عايز يشوف ايه بكره. بقت مصر هي المنصة اللي بتحتوي شباب العالم، وده شيء انا ما شفتوش. لو حضراتكم شفتوا في اي مكان، اي دولة ايا كانت، منتدى بمثل هذه القوة، بمثل هذه الأعداد الحاضرة، بمثل كمان مستوى الضيوف اللي كان موجود، تمثيل رسمي، كان في ناس، في تمثيل رسمي موجود، كان في تمثيل اجتماعي موجود، التنظيم الجيد المشرف لشباب المنتدى الوطني او التدريب الوطني. ايه ده، ايه العظمه، 1500 شاب مشاركين في تنظيم شيء رائع طلع ابهر العالم كله. الاستقبال من اول المطار لاخر توديعهم للمطار شيء يدعو للفخر. انا بدعو حضراتكم تتابعوا معانا حفل الختام على الهواء مباشره، هنطلع نشوف جزء من حفل الختام وهنرجع نكمل، عندنا كلام كتير. النهارده كان يوم اخير، اليوم الرابع في المنتدى شباب العالم نسخته الرابعه، ولكن كان الاقوى بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
بالمراسلين الاجانب وبعض ممثلين بعض الشباب يعني اللي كانوا موجودين، وكان في اسئله حقيقيه، اسئله بنسالها كلنا طول الوقت، وكان ايضا ردود حقيقيه بنسمعها من السيد الرئيس طول الوقت.